في الفيديو ده انا هتكلم عن الزيب كود. ايه هو الزيب كود؟ اول حاجة زيب stands for zone improvement plan. ده سيستم اتعمل من الـ USPS عشان يسهل توزيع الميل. يعني في سيتي مثلا كبيرة فجاي الميل على 123 مين ستريت كونكورد كاليفورنيا. كونكورد دي كبيرة، طب ازاي هيوزع الميل؟ ايه اللي هيروح ناحية الشرق وايه اللي هيروح ناحية الغرب وهكذا. فعملوا الزيب كود ده اللي هو برضو بيتسمى البوستال كود، وده بيبقى عبارة عن 5 أرقام بيتحطوا بعد الستيت. يعني 123 مين ستريت كونكورد كاليفورنيا 12345. الحالة دي ال 12345 بقى هنا الزيب كود، مش بتاع كونكورد، بتاع منطقة معينة في كونكورد. السيتي ممكن يبقى ليها أكتر من زيب كود، وممكن سيتيز صغيرة تبقى زيب كود واحد. برضو سنة 83 قدموا حاجة اسمها زيب كود بلس 4 عشان يحدد مناطق معينة جوه المناطق دي. فبقى المثال اللي قدامنا هو 1 2 3 4 5 شرطة كده 6 7 8 9. الزيب كود بلس 4 ده مش مستخدم كتير، برغم ان انت يعني مش مهم ان انت تعرف الاربع ارقام دول لما تيجي تكتب جواب لحد او تيجي تكتب عنوانك، المهم ان انت تكتب الخمس ارقام دول صح. بس انت ممكن تلاقي جوابات جايه لك مكتوب فيها الزيب كود بتاعك بلس 4. اجين الرقم الاربع ارقام دول مش مهمين قوي ان انت تعرفهم، بس اليو اس بي اس ساعات بيستخدموهم. دي خريطة هنا قدامي، دي أنا مطلعها من ويكيبيديا، وده الأوثر كريدت للأوثر من ويكيبيديا، بتوضح منظر استخدام الزيب كود على مستوى أمريكا. بتبدأ هنا مثلا، يعني الزيب كود بتاعي 07888 ده يبقى تقريبا هنا في الحتة دي في نيوجيرسي. فبتبدأ من الزيرو من اليمين من الشرق، وبتمشي معايا لحد رقم 9 في الغرب هنا، كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن. هنشوف هنا 0، هنا الحتة دي 1، هنا بينزل 2 3، بعد كده بيطلع 4، ودي المنطقة بتاعت 5، ودي المنطقة بتاعت 6، ودي المنطقة بتاعت 7، ودي المنطقة هنا بتاعت 8، ودي هنا المنطقة بتاعت 9.